صباح الخير ليا. صباح الخير. يسعد صباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا، عم نطل عليكم برحلة صباحية جديدة فيها محطات عديدة من دمشق والمحافظات السورية، أكيد إلهم حصة برحلتنا لليوم. لكن كالعادة مع بداية رحلتنا الصباحية بنتمنى نهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس يا رب. عن جديد صباح الخير نور، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. ان شاء الله يا رب هاليوم يكون حامل معه كل شيء بتتمنوه تحققوه، وحامل معه الخير والبركه والحب. اكيد رح نبلش صباحنا بمحطات عديده ومتنوعه ومع ضيوف، لكن ان شاء الله يكونوا خفاف عقلوبكم، لكن خلينا نروح لفاصل لنبلش صباحنا. اليوم 28 أيلول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بمثل هاليوم من عام 1542، المستكشف البرتغالي غوريو دريغيز كابريو يصل إلى سان دييغو في كاليفورنيا. وبعام 1567، كوندي يغزو قلعة مونسوبري من أجل إلقاء القبض على تشارلز التاسع ملك فرنسا. وبعام 2015، ظاهرة خسوف القمر الدامي تشاهد في أغلب أقطار إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغرب آسيا. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1571، كارفاجيو، رسام إيطالي. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1895، لويس باستور، عالم أحياء دقيقة وكيمياء وفيزياء فرنسي. متابعينا اكيد بصباحنا، وخلينا نروح لفقره هل تعلم. الشائع بانه الشوكولا تعد احد اسباب ظهور حب الشباب، فهل تعلم انه ومن الممكن بعكس المعتقد الشوكولا لا تكون لها علاقه بظهور حب الشباب؟ وهل تعلم ايضا من فوائد الشوكولا بانه تناول شوكولات داكنه يوميا يقلل من مخاطر امراض القلب بنسبه الثلث؟ معلومتنا الثانيه عن السوشيال ميديا يلي صارت مساحه للتعليق وابداء الراي، ولكن يبدو ان الدراسات الاجتماعيه بتاكد العكس. فهل تعلم بانه عدم التعليق وابداء الاراء الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي هي من العلامات البارزه على النضوج الفكري؟ معلومتنا الثانيه عن الفطر اللي يعد احد المكونات الاساسيه اللي بتدخل بعدد من الاغذيه ومنها البيتزا، ولكن هل تعلم بانه الفطر يحتوي على نسبه عاليه من مضادات الاكسده اللي بتساعد على التخلص من الجذور الحره، وهو نوع من المواد الكيميائيه التي من الممكن ان تضر بخلايا جسم الانسان، وبالتالي ممكن التخلص منها وايضا مكافحه السرطان. اخر معلومه لليوم بهل تعلم عن القهوه الصباحيه اللي تعتبر جزء من اسلوب الحياه اليومي عند الكتار. فهل تعلم بأنه فنجان القهوة الصباحي يعمل على تحفيز الدهون البنية اللي بتساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية لتمنح الجسم الطاقة؟ قامت وزارة الصحة برعاية الجمعية السورية لمرض الناعور ندوة علمية، خلونا نتابع تفاصيلها بالتقرير التالي. برعاية وزارة الصحة، أقامت الجمعية السورية لمرضى الناعور بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا ندوة علمية حول داء فون ويلبراند، وذلك في فندق داماروز بدمشق. وبمشاركة مؤسسة تنظيم الأسرة السورية والهلال الأحمر العربي السوري، استمرت الحملة 6 أسابيع في دمشق وريفها على مدى حوالي 34 جلسة، وتوسعت لتشمل الفرق الجوالة وعيادات الأطفال. هلا اليوم هو حفل ختام حملة أطلقتها الجمعية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا، هي حملة التوعية والكشف عن مرض فون ويلبراند، استمرت 6 أسابيع.
غطت كانت بالشراكة مع جمعية تنظيم الأسرة السورية ومنظمة الهلال العربي الأحمر العربي السوري. كنا بدمشق وريفا على مدى 34 جلسة تقريبا. فاليوم هو ختام، هو حقيقة إطلاق للبدء بالعناية بهيك مرضى على مستوى وطني. هي كانت حملة خاصة بالجمعية. مرض فون ويلبراند هو اضطراب نزفي، يعني بيصير في ميوعة بالدم، أصله وراثي، بيصيب ذكور وإناث، خطير أكثر توجهنا للسيدات لأن ممكن يهدد حياتهم بسبب الدورة الشهرية، بسبب الإنجاب، الإجهاض. بيصيب أكيد الأطفال، بيكون الرعاف لما حدا بيروح يعالج أسنان ممكن يصير نزوف من اللثة، نزوف بعد أي معالجة أسنان. فهو مرض خطير شائع 1%، لكن مخفي، تشخيصه صعب، ما كتير معروف. من هون كان أهمية تسليط الضوء على هيك مرض. كان التعاون جميل جدا بين جمعية مرضى الناعور وجمعية تنظيم الأسرة في إطار دعم جمعية تنظيم الأسرة بكل ما يخص الأطفال. فكان التعاون بتثقيف صحي لجميع العيادات الأطفال بدمشق وريف، لجميع عيادات النسائية بدمشق وريف دمشق. فكان التثقيف من قبل الجمعية مرضى الناعور ضمن عيادات تنظيم الأسرة لتثقيف الأمة حول هذا المرض وجعله يكتشف مبكرا. تخلل ندوة حفل اختتام أحياه كورال موج الياسمين بقيادة المايسترو سليمان حرفوش. كل حفل دائما بنقدم حالة مختلفة عن الحفل اللي قبله. هن طبعا كلهم مرضى. عملنا شوي دمج مع ناس أصحاء كاملين مع الأطفال اللي عندنا، نحن نأخذ هذا الناتج الكويس. كونه مرض شوي متعب للطفل، بيصير فيه تورمات بعض المفاصل، رغم هيك كان يجوا، حتى في منهم ساكنين بأماكن بعيدة يجوا يحضروا البروفات، كان عندهم سعادة كثير كبيرة. انتهى الحفل بتكريم عدد من المؤسسات المشاركة في هذه الحملة التوعوية التي تعد بداية لانطلاق حملة العناية بمرضى داء فون ويلبراند على المستوى الوطني. تثقيف صحي وتوعوي تناوله حفل الاختتام أجاد بأهمية التعرف إلى ماهية المرض وأسبابه وكيفية العلاج. متابعينا أكيد بصباحنا، وخلينا نحكي اليوم سنة عم تشهد العديد من الأحداث والظواهر الفلكية، أبرزها كان زخات من الشهب وخسوف القمر وظهيرة القمر العملاق. لحتى نحكي عن الظواهر اللي مكفايتنا بسنة 2022، لسه يعني باقي أشهر قليلة، ولكن هل هناك ظواهر طبيعية وكوارث رح تصير؟ رح نتعرف أكثر عن حالة المناخ أيضا مع الدكتور محمد العسيري رئيس الجمعية الفلكية. صباح الخير، كيفك دكتور؟ يسعد صباحك نور، صباح الخير، صباح جميع المشاهدين. يا رب تكون بالعكس، كمالة السنة سنة خير يا رب. كلياتنا بنتمنى، أكيد كلنا بنتمنى تكون سنة خير. أول شيء بدنا نقول لك يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي، يمكن إحنا هيك عم نحاول نتفائل، بس شفنا يعني ظواهر فينا نقول طبيعية كتير هي السماء. فخلينا نعرف الشتاء شو مخبينا، رح يكون شتاء قاسي قوي قارس؟ رح نشهد بعض الظواهر الطبيعية، لأنه مع الشتاء بتلاقي مرافق هواء كتير، فيضانات، ممكن تكون أعاصير. كتير حلو انتي ربطتي ما بين الظواهر الطبيعية والتغيرات المناخية اللي عم تصير، وهذا الكلام سليم. صحيح. يعني احنا عم نشهد نسبة احتباس حراري غير مسبوقة على الإطلاق. صحيح. يعني بنوفمبر بتشرين الثاني القادم، بعد عدة أيام، يعني بعد شهر وشوي، في مؤتمر المناخ العالمي. تخيلوا من عام 2009 لليوم 100 مليار دولار هي التزامات الدول الأكثر تلويسا للمناخ، لم ينفذ منها شيء. اليوم نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى أرقام كثير كبيرة. هيدا الغاز، هذا الغاز اللي بيسبب الدفيئة الزجاجية، اللي بيسبب احتباس الحراري، رح يسبب أكيد تغيرات مناخية. هاي التغيرات المناخية بدأنا نشهدها من سنوات، وكل ما لسنة عن سنة عم تزداد. يعني لاحظتوا معي الصيف الماضي قديش كان حرارته عالية جدا. أجدادنا كانوا يقولوا إذا الصيف قاسي شتوية قاسية. فهذا الشيء رح يتحقق هذا السنة، وكل سنة بيتحقق، لأنه لما يكون في عنا صيف قاسي في تبخر للمياه بنسبة كتير كبيرة. هذا الحمل المائي الكبير بده ينزل أمطار.
شهدنا بباكستان فيضانات، طوفانات، كمية أمطار غير مسبوقة، شهدنا بعدة دول من العالم نفس القصة، أمطار غزيرة جدا، ثلوج، تبدلات حرارية، ارتفاع درجات حرارة بأماكن أخرى، إذا عندنا حالة اضطراب مناخية. هي مشكلة، هذه المشكلة تتفاقم. عندنا مشكلة ثانية اللي هي زيادة النشاط الشمسي. نحن كجمعية فلكية سورية، كمرصد فلكي سوري، نتابع بدقة النشاط الشمسي والبقعة الشمسية. طبعا نتبادل المعلومات مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بوجه لهم تحية، فعلا عم نشتغل وهن بالذات شغل كتير كبير مشان موضوع الشتاء. البقعة الشمسية تزداد كل 11 سنة بدورة اسمها دورة الساروس. هذه الزيادة تبلغ ذروتها بعد 7 سنوات من بداية النشاط. إذا رجعنا بالتاريخ 2001 2008 2015 بعد 2015 7 سنوات 2022 إذا بدأ النشاط الشمسي بذروته يلي رح يزداد حتى عام 2025. هذا الكلام شو معناته؟ احتباس حراري، نشاط شمسي. إذا خلطنا هذين المعطيين ينتج عنا فعلا اضطراب مناخي بأقصى حالاته. هذا الاضطراب سينعكس على شتاء عام 2023 وصولا إلى شتاء عام 2025 كذروة هذا النشاط. يعني من المتوقع أن يكون عندنا شتاء قاسي، وبشكل عام هو شتاء بالنهاية، هو شتاء. نحن لاحظنا بدايته، خلينا نرجع لبدايته. بداية الشتاء كانت فعليا حقيقة كتغيرات بآذار 2022. إذا تتذكروا بآذار حدث تغير مفاجئ بالمناخ، إجا كم يوم بآذار كتير باردين، وحتى صاروا الناس يقولوا شو هذا القطب إجا لعنا، وصاروا يحكوا ويعلقوا. هذا التبدل المناخي اللي حدث بآذار هو عنوان شتاء عام شتاءنا القادم عام 2022-2023. السبب هو الاحتباس الحراري، الكم المائي خلينا نسميه بالغيوم. متوقع أن يكون عندنا أمطار غزيرة لكن سيلية، يعني بتنزل بغزارة بأوقات محددة. متوقع أن يكون في ثلوج إن شاء الله يا رب، لأن الثلوج والأمطار خير مشان نعبي المياه الجوفية. باقي الأيام رح يكون استقرار بشكل كبير وبرودة، يعني حول المعدلات أو أدنى بقليل. إذا هذا المجمل العام عن شتاء عام 2022-2023. طبعا تفصيله باتباع نحن عم نحكي كخطوط عامة تتغير طبعا لأي مؤشرات أخرى، لكن بشكل عام واضح معنا من خلال رؤيتنا للدول الجوار، من خلال معرفتنا مثلا اليوم بفلوريدا يتشكل إعصار بوقت لازم يتأخر شوي. نحن الآن ليا نور نحن بفترة الحرائق، نكون كتير حذرين بأيلول. صحيح. تشرين الأول بتكون الرياح شرقية جافة مع ارتفاع حرارة، يعني نحن دخلنا للخريف ولسه الصيف مستمر 100%. هذا يعني أنه شتاء قاسي على فكرة كمان. مهم هاي الفترة كمان لازم نكون حذرين، لأنه هذا يعني كمان فرصة لحرائق غابات لا سمح الله وانتشارها، لأنه الرياح هي الرياح خلينا نسميها الأكثر نشرا للحرائق إذا صار. نقطة كثير مهمة، إذا صار عندنا معطيات كثير، هذه المعطيات يتم من خلال دراسة الغلاف الجوي، من خلال دراسة غاز ثاني أكسيد الكربون. نأمل أن يكون في تشرين الثاني القادم توحد للعالم، لقادة العالم بمنع زيادة الاحتباس الحراري، وإلا سنكون مقبلين بعد 50 سنة على بدء خلينا نسميه انقراض للنباتات والحيوانات، يليها انقراض للإنسان بعد 100 سنة. هذا مو كلامي، هذا كلام الأمم المتحدة، ومشان هيك تم إعلان حالة الطوارئ المناخية هذا العام، مشان هيك يتم مناقشتها بشكل كتير كبير، لأن الموضوع كتير خطير، ما عاد صار مزحة وعم نشهده، يعني ما عم نحكي شيء من الخيال. يعني تتذكروا الآذار قديش كانت البرودة مو طبيعية. هذا أمراض نولية، هي أمراض، هي كلها بتسبب أمراض، بتسبب خلينا نسميها مشاكل. بالباكستان قديش في ضحايا، بالهند، بأوروبا نتيجة البندقية اللي غرقت، يعني زادت نسبة ارتفاع المياه. القطبين اللي عم يدوب ثلجهم بتسارع كبير، ذوبان الثلج أيضا أعطى محتوى حراري بارد، سيضاف إلى ما ذكرته لتكون الشتاء من الآن إلى 2025 باردة. إذا هذا مجمل الشتاء. طيب الحل شو هو؟ الحل أنه نحد من غاز ثاني أكسيد الكربون، نحد من المعامل. الولايات المتحدة الأمريكية كأب أكبر منتج لغاز ثاني أكسيد الكربون، والتي للأسف لم تنفذ أي من المتطلبات المفروضة عليها كمعاهدة مناخ، معاهدة باريس للمناخ وغيرها من الدول، أيضا في دول تانية، لكن للأسف الشديد ما حد عم ينفذ المطلوب منه. إذا نحن مقبلين فعلا على مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالمناخ إن لم يتم تجاوزها. وصراحة الواضح والمؤشرات أن الإنسان ما زال متكبر أنه يتم معالجة أن يعالج هذا الموضوع، وبالتالي فعلا غاز ثاني أكسيد الكربون
سيزداد اكثر، وبالتالي سنشهد اضطرابات مناخيه اكبر واكبر. يعني هي مشكله حقيقيه، الانسان لساته عنيد، لكن رد الطبيعه كنا عم نحكي تحت الهواء قد يكون رد الطبيعه تماما قاسي جدا. صحيح. يعني قد تكون كورونا احد ردود الطبيعه المؤقته، شده اذن مثل ما بيسموها، انه وباء صغير صفى، يعني خلى للاسف الشديد ضحايا. يكون هذا رد بسيط من الطبيعه بسبب الاحتباس، بسبب التلوث، زاد كورونا بسبب التلوث. قد يكون هناك اوبئه اخرى تزداد مع زياده التلوث. نحن بمناخ ملوث بغاز ثاني اكسيد الكربون الذي هو غاز سام، اضافه الى ذلك الغطاء النباتي اللي بيمتص هذا الغاز خفيف، غابات الامازون وكل هالمناطق للاسف الشديد كل ما عم تضمحل عم تتقلص. ما بدي رعب، لكن هذا الواقع. لازم نحكي بصوت عالي، لازم نحكي من منبر الإخبارية، لأنه فعلا لازم بتشرين الثاني يكون في قرار حقيقي لدى أصحاب القرار لمعالجة هذا الوضع. وهذا نداء من كل علماء الأرض، أنه فعلا يلي دارس موضوع الغلاف الجوي وغاز ثاني أكسيد الكربون والشمس بيعرف أنه فعلا في أمام نحن أمام خطورة كبيرة. الإنسان قادر على التكيف، هذا ما حدا بينكر هذا الشيء، لكن مع قلة الغذاء وقلة النبات سنكون أمام مفترق طرق، وهون المشكلة. نعم دكتور، يعني نحن عم نحكي عن عمل الجمعية وعن مشاريعكم الكتيرة، يعني يلي منها هو جهد كتير كبير للإضاءة، للتنبيه لكل الناس، يعني لحتى ما تكون الظواهر الطبيعية قاسية علينا. اليوم شو هي أبرز يعني الفعاليات يلي عم تطلق من قبل الجمعية، إن كان من ندوات، إن كان من حملات توعية، وإن كان من تعامل وتعاون مع الفلكيين العالميين ايضا؟ تمام. لا انت اشرتي نقطه كثير مهمه، فعلا نحن ما بدنا نخوف، ما بدنا نهون، نحن بنحط الناس بواقع الحال. ما بدنا في الصبح دائما كرد فعل نتفاجئ يا الله امطار غزيره شو بدنا نعمل، لا، نكون نحن مسبقا مهيئين. لا يعني انه عم اقول امطار غزيره وثلوج يعني شتاء 3 اشهر كلها ثلوج وامطار، لا لا لا، هي باوقات محدده بفترات قصيره، لكن نحن مشان نستعد. اول شيء نحن اليوم كجمعيه فلكيه سوريه عم نتابع بشكل كبير مع العالم الاحداث الفلكيه، الظواهر الفلكيه، نستعد الآن لكسوف 25 تشرين الأول اللي حتشهده بلادنا جزئيا في سوريا. اليوم عم نتابع مهمة أرتميس اللي تأجلت للمرة الثالثة بسبب إعصار فلوريدا. يعني في مهمة كان ناسا عم تستعد إعادة إرسال إنسان إلى القمر بعام 2025، بتسبق هذه الإرسالية مركبتين فضائيتين، الأولى كان المفروض تنطلق من أكثر من شهر لكن تعطلت أول مرة وتعطلت ثاني مرة والآن تأجلت بسبب إعصار فلوريدا. إضافة لهالشيء جيمس ويب وهذا التلسكوب الذي أدهش العالم. الأخبار السيئة اللي وصلتنا بالأمس تحديدا أن هناك عطل حقيقي وكبير بتلسكوب جيمس ويب بسبب اصطدامه بالصخرة. قديش نسبة يعني في ضرر كبير ولا؟ تماما. هلا اصطدامه بالصخرة سبب ضرر للمراية، أما الآن للأسف الكاميرا اللي صار فيها المشكلة. وشو سبب الاحتكاك؟ لما عم يحركوا الكاميرا عم تحتك مع المحركات اللي عم تحركها العجلات، عم يولد حرارة. تخيلوا درجة حرارة واحدة عم ترتفع، درجة حرارة واحدة، هي درجة الحرارة الواحدة سببت توقف الكاميرا عن العمل، لأنه لازم يضل التلسكوب بارد بدرجة حرارة ناقص 270، فهي الحرارة خلت التلسكوب يتوقف عن الكاميرا الأساسية اللي تعمل الأشعة تحت الحمراء، توقف عن العمل، وهذه مشكلة حقيقية. يعني اليوم عم يحاولوا يلاقوا حل، لكن لا حل، لأنه التلسكوب على بعد 1.5 كيلومتر لا يمكن تصليحه، مو مثل تلسكوب هبل ليكو على ارتفاع 300-400 كيلومتر، هوبا طلعنا لعنده صلحناه ورجعنا 4-5 عمليات تصليح صارت، هو ما في مجال يطلع انسان يصلحه، فللاسف الشديد هذه المشكله. بالمقابل كان في انجاز ايضا كثير كبير ب 27 الشهر من يومين، اللي هو اصطدام مركبه فضائيه مسبار صغير بكويكب. هذا الاصطدام على بعد 11 مليون كيلومتر بسرعة 11600 كيلومتر بالساعة سرعة المسبار، الهدف منه حرف الكويكب درجة واحدة عن مساره. ليش؟ العلماء عم يتحضروا لاصطدام النيازك بالأرض. طيب نحن عنا عدة أفكار طرحت لمعالجة هذا الموضوع، منها أنه نبعث صواريخ أو مسابر تصطدم بهذا الكويكب أو النيزك. بالفعل حققوها ناسا وأرسلوا مسبار واصطدم بالفعل بكويكب، ننتظر الآن النتائج عن تغيير مساره. إذا تم تغيير مساره فإذا هذا حل من الحلول المطروحة لإبعاد خطر الكويكبات عن الأرض.
لكن إن فشل تغيير مدار الكويكب فإن هذا الحل المطروح سيذهب أدراج الرياح. هذا من أيضا الأمور المهمة جدا يلي الآن يعمل عليها ويتم دراستها ومتابعتها بشكل كتير كبير. بالنسبة لنا بقى كجمعية فلكية سورية نحن مقبلين على 100 ساعة من الفلك بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء بتشرين الأول، وأكيد إن شاء الله بنحطكم بصورة كل النشاطات لأنه حيكون في فعاليات ضخمة بالتعاون مع العالم. يعني نحن 100 ساعة من الفلك، يعني بدنا نحقق خلال أسبوع 100 ساعة متواصلة من نشر علوم الفضاء والفلك، من محاضرات ونشاطات للأطفال ونشاطات للكبار ورصد عام ورصد المشتري. الآن المشتري بأقرب نقطة له من الأرض، يعني اليوم المشاهد الكريم إذا بيطلع على برندته عند غروب الشمس تماما بيلاقي لمبة لامعة جدا بالسماء، كتير لامعة وحلوة، هذا كوكب المشتري. أجدادنا حطوا إرث حضاري كبير بعلوم الفضاء والفلك. بمئة ساعة نحن بنوصل رسالة أن سوريا دخلت الاتحاد الدولي للفلك، دخلت لتستمر، لم تدخل لأن تكون لفترة وتخرج. بدنا نحقق المئة كاملة، ما حنقص ولا خمس دقائق منها. في عنا برنامج نشاطات بدمشق وبالمحافظات كلها. خلينا نحكي عن نشاطات، لما تقول مئة ساعة يعني رقم منه قليل، شو هي النشاطات اللي رح تضمن المئة ساعة ضمن مراكزكم؟ تماما، بالبداية حيكون صباحا دائما محاضرات، دورات، نشاطات تثقيفية، مساء حيكون ليالي رصد فلكية، دورات للأطفال، ورشات عمل للأطفال. يعني حاولنا نحن نركز على ثلاث جوانب. الجانب الأول هو الأطفال. نحن كجمعية فلكية تميزنا بالاتحاد الدولي للفلك بشيء اسمه الفلك الصغير. هذا الفلك الصغير كتير نقطة مهمة، حاولنا نحن كتير نسلط الضوء عليه لحتى نشجع أطفالنا على تطوير علوم الفضاء والفلك وعلى حب هذا العلم. خلينا نسميها الكتلة الثانية هي المرأة في علوم الفضاء والفلك. مريم الأسترلابية هي أول عالمة فلك بالعالم حلبية. فنحن أيضا عم نسلط ضوء على دور المرأة في سوريا بتطوير علوم الفضاء والفلك، وعندنا كادر من المتطوعات رائعات جدا. أيضا نحن عم نوصل رسالة من خلالهم للعالم. الكتلة الثالثة وهي خلينا نسميها المتعة أكثر للناس اللي هي الرصد العام، اللي هي نحن حنحاول نستخدم ثاني أكبر تلسكوب بالوطن العربي الموجود في سوريا. رغم كل هالعقوبات والأزمة الاقتصادية والعقوبات الظالمة قدرنا نكون نملك ثاني أكبر تلسكوب بالوطن العربي. بهذا التلسكوب رح يتم رصد كوكب المشتري خلال 100 ساعة، رح يتم تصويره، رح يتم بث مباشر عبر صفحاتنا، رح يتم تصوير زحل، رح يتم تصوير أرض القمر. يعني نور ليا شلون انتوا قاعدين هلا هيك وعم تشوفوا الارض بالتلسكوب بتشوفوا ارض القمر. هي الصخره الي، لا هذا الجبل الي، هذا الوادي، يعني متعه ما بعدها متعه. صدقوني لما نحن نقعد هيك بس مباشر عبر صفحاتكم تماما. لما نقعد هيك قدام التلسكوب ونشوف ارض القمر وتفاصيل ارض القمر متعه ما بعدها متعه. صحيح. واضافه لهالشيء رح يتم اكيد و100% التحضير لاهم ظاهره ستشهدها ببلادنا اللي هو كسوف 25 تشرين الأول. تفاصيله طبعاً كتيرة، شنو وين حنرصد، شو آليته، لأنه في كتير تفاصيل مهمة، لكن أنا هي بخليها لبعدين لأنه حيكون إلى وقتها، لأنه كتير مهمة ظاهرة خاصة أنه بنهار الساعة 12 الظهر، فبالتالي ب 25 تشرين الأول. طيب وهذا الشيء شو رح يعمل؟ يعني رح يعمل لك فيدباك بالعالم أبد متابعته. بس الفيدباك أهم شيء إنه نتابعه بشكل كتير حلو بآمن، لأنه هذا كسوف جزئي. رح يكون في بالجمعية هيك تجمع مثل هديك السنة أو اللي قبل، عملتوا شيء كتير كان تماماً. حلو وكتير استقطبتوا عالم جو طلعوا بالتلسكوب وشافوا. صحيح. أكيد رح يكون في نظارات خاصة بالكسوف، حنوزع نظارات خاصة بالكسوف، رح يكون في رصد نقل مباشر من المرصد، في كل المعطيات يلي بتأمن رؤية من على سطح الجمعية. لسه ما حددنا المكان، احنا غالبا ما عم ندور على سطح الجمعية، بدنا نحاول هالمرة ننتقل لمكان خلينا نسميه أكثر حيوية، بمعنى انه يكون مركز مثلا ساحة مكان تجمع، لانه الساعة 12 بالليل الظهر عفوا 12 الظهر انسان رايح على شغله، او وحدة بالضبط هو 12:56 دقيقة الشخص رايح على شغله جاي من شغله، بدنا اياه يوقف يشوف الكسوف. يعني بدنا نحاول نكون مع الناس، يعني بدنا نوزع أكثر من مكان، بدنا نحاول نخلي الناس كلها ترصد الكسوف. بدنا نوجه رسالة انه لن نكرر ما حدث عام 1999 عندما صارت حالة الفوضى من تغطية وعدم فهم لآلية الكسوف الحقيقية. بدنا نلغي هالصورة، بدنا نعطي صورة تامة عكسها تماما، انه لا نحن شعب واعي، شعب قادر يتكيف مع الامور العلمية. رح يكون في نظارات خاصة، رح يكون في شاشات، يعني حنعمل كل جهدنا ان تكون هذا اليوم يوم عرس فلكي.
يعني اي انسان قادر يكون باي موقع نكون احنا قادرين نوصل له من خلاله. والمشاركه بالمتابعه كمان. تماما ان شاء الله، وباذن الله كمان بننسق حتى يكون مثلا على شاشاتنا الاعلاميه يكون مثلا في زاويه لمتابعه الكسوف. يعني جهود كبيره عم تقوموا فيها بالجمعيه الفلكيه السوريه، يعطيكم الف عافيه وبنتشكرك اكيد على وجودك معنا. شكرا كثير لك. يسعد صباحكم، صباح الخير يا رب، ودائما هيك الاخبار الحلوه عن طريقكم ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك دكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه، شكرا كثير لك. اما هلا مشاهدينا فصارت الساعه 10 وخلينا ننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا شيرين مصطفى. صباح الخير يا شيرين. صباح الخير ليا، صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لاهم الانباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. استشهد طفلان وأصيب ستة مواطنين بجروح نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال التركي بالمدفعية على عدد من قرى ناحية أبو راسين بريف الحسك الشمالي. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال التركي قصفت قرية مشيرفة زركان شمال بلدة أبو راسين بريف الحسك الشمالي، ما أدى لاستشهاد طفلين وإصابة ستة من أهل القرية بجروح تم نقلهم إلى مشفى الدرباسية. اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلة لقوات الاحتلال الأمريكية حاول الدخول إلى قرية قبول الغرجانة شمال غرب الحسكة وطردوه من المنطقة. وذكر مراسل الإخبارية أن عناصر الجيش الموجودين على الحاجز اعترضوا الرتلة الأمريكية المؤلف من 5 مدرعات عسكرية والذي حاول الدخول إلى قرية قبور الغرجانة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة وطردوه من المكان. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرجينين ضرورة موائمة المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا مع مبادئ احترام سيادتها وسلامة أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن فيرجينين شدد خلال فعاليات أقيمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ضرورة تكثيف الأنشطة لإعادة تأهيل المرافق الرئيسية في سوريا كالماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات والسكن الذي يعتبر ذا أهمية حاسمة من أجل العودة الكريمة والآمنة للاجئين السوريين والنازحين داخليا. وفي خبرنا الأخير، أظهرت نتائج فرز الأصوات في الاستفتاءات بجمهوريتي دونباس أن أكثر من 99% ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الانضمام إلى روسيا. وفي مقاطعة خيرسون أعلنت مفوضية الانتخابات أن 87 من المقترعين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. أما في زابروجيف فقد خطت نسبة المؤيدين للانضمام إلى روسيا 93% من سكان المقاطعة، وذلك بعد فرز جميع الأصوات. ختام الموجز، والآن عودة إليك ليا. شكرا يا شيرين، واكيد متابعينا بصباحنا، وبنجد التحيه لكل مين انضم لصباحنا غير لليوم. وصلنا لفقرتنا التاليه يا نور. اكيد ليا، اليوم موضوعنا كثير مهم، نلقي الضوء على واقع التربيه الرياضيه بالمدارس. سابقا ما كنا نشوف اهتمام بالحصه الرياضيه، دائما يمكن كانت تروح للحصص الاخرى. بالعشر سنوات الاخيره عم نشوف توجه كثير كبير لوزاره التربيه بالاهتمام بالحصص الرياضيه، تفعيل دور الحصه الرياضيه بالمدرسه، قديش مهم نطور النشاطات الرياضيه في وزاره التربيه وعبر مديرياتها. رح نحكي عن هذا الموضوع اكثر مع الدكتور عبد الحميد الزرير رئيس دائره التربيه الرياضيه في وزاره التربيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك.
صباح الخير استاذ، اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه خلينا بس هيك نضوي على فكره انه نحن عندنا يعني مواهب رياضيه متعدده بكل المدارس ولجميع الاعمار اليوم ضمن خطط الوزاره اليوم بمدارسنا. كيف نحن عم يتم تصنيف الاطفال يلي موهوبين برياضه محدده؟ كيف عم نطور هذا الشيء بعيدا عن انه فرز حصه الرياضه هي لإعطاء دروس هي كحصة فراغ أو استعارة من حصص تانية؟ خلينا نحكي اليوم كيف نحن عم نحتضن أبنائنا الرياضيين. طبعا نحن خلال تنفيذ درس التربية الرياضية يلاحظوا زملائنا المدرسين الرياضة بعض المواهب الرياضية عند بعض الطلبة. نحن خلال العام الدراسي وزارة التربية تقيم عدة بطولات مدرسية على المستوى المنطقة ثم على مستوى المحافظة ثم على المستوى المركزي اللي هي على مستوى سوريا كاملة، وشاركوا معنا الأبطال الرياضيين بهاي المجالات. طبعا احنا وزارة التربية الهدف الأساسي من حصة التربية الرياضية انه ادخال الطفل بمرحلة نشاط وعدم وسحب حالات الخمول او الملل من يعني يعتبر درس الرياضة من امتع وافضل الدروس عند الطفل. لذلك احنا وزارة التربية حطينا انه لازم يكون الدرس يعطى بشكل علمي صحيح ويحقق الغاية والمطلوب منه. طبعا نحن وزارة التربية ايضا عدد دروس الرياضة وعدد البطولات اللي عم تصير عندنا، عندنا مراكز تدريبية وخصوصا لهدول الاطفال الموهوبين اللي تم كشفهم اثناء البطولات الرياضية او اثناء العملية التعليمية. طبعا لهي المراكز التدريبية بكل محافظة لا يقل عندنا من 10 أو 12 أو 15 مركز تدريب بعدة ألعاب يتم تدريب الأطفال فيها بطريقة منهجية ومن ثم رفدهم للأندية الأهلية الموجودة في المحافظات. صحيح. يعني نحن نعتبر كوزارة التربية هو الخزان الحقيقي للأبطال الموجودين في سوريا، لأنه إحنا الطفل يتم اكتشاف الموهبة منذ صغرها. صحيح. ويتم رعايتها لحتى ما يوصل لمرحلة فنية عالية بالأداء أو التنفيذ الرياضي. قبل ما نحكي عن بطولة ألعاب القوة اللي عم تجهزوه لها، خلينا نحكي عن واقع التجهيزات الرياضية بالمدارس. يعني يمكن حكيت بالمقدمة سابقا ما كنا نشوف هذا الاهتمام، بس فعليا كمان دور تفعيل التجهيزات الرياضية لتفعيل الأنشطة الرياضية هي جزئية تشاركية. يعني ما فيني أنا أفعل الأنشطة الرياضية إذا ماني مهيئ المدارس اللي عندي. تمام. كيف عم يكون التجهيز الرياضي اليوم؟ عم يكون في يمكن جهود خلينا نفصلها أكثر للناس؟ هلا للأمانة نحن سوريا قبل الحرب ليس سوريا ما بعد الحرب. صحيح. احنا عايشين بأزمة وخصوصا هلا الأزمة الاقتصادية هي عجلة التقدم العلمي بجميع مفاصل الدولة، ومع هيك نحن وانا اشكر من منبركم هذا جميع المبادرات الاهليه اللي عم تتم تقديم تجهيزات رياضيه لبعض المدارس، احيانا حتى مو بس تجهيزات رياضيه، احيانا حتى تجهيزات مثلا دهان الشبابيك ابواب مازوط عم تقدم لمدارسنا. طبعا نحن سابقا قبل الازمه كانت اسعار الادوات الرياضيه جدا رخيصه وكان يتم تجهيزها من حصه التعاون والنشاط الذي يتم مع بدايه العام الدراسي. بالوقت الحالي التعاون والنشاط ما عاد فينا نشتري منه طابة واحدة للمدرسة، لذلك صرنا نعتمد بشكل أساسي على المجتمع المحلي اللي هو شريكنا بالعملية التربوية في سوريا. في كثير من المبادرين قدمونا تجهيزات رياضية قمنا بتوزيعها على المدارس الأكثر فقرا، وقسم آخر أعطيناه للمراكز التدريبية اللي تعنى بالمواهب الرياضية. طبعا مشكورة عدة جمعيات كمان عن طريق مديرية التخطيط في وزارة التربية تم تقديم حقائب رياضية وتوزعت لأغلبية محافظاتنا في القطب، ومع هيك لسه عندنا نقص كثير في بعض المدارس من ناحية التجهيزات الرياضية، ولكن نحن عم نستعرض عن هذه التجهيزات بأعضاء دروس لا تحتاج إلى أدوات. يعني مثلا فينا ننشط درس ألعاب القوى، فينا ننشط درس الجمباز، فينا نعطي تمارينات بدنية مفيدة وعلاجية للطفل، فينا نعطي ألعاب ومسابقات. يعني بحيث أنه نحن ما نهمش درس الرياضة ونخلي هذا الطفل يدخل بمرحلة الفرح والسرور والسعادة والنشاط الدائم.
نعم استاذ عبد، خلينا هيك من بعد الخطط المدرسيه ننتقل الى المعاهد الرياضيه. يعني نحن بنعرف الاقبال الكبير على المعاهد الرياضيه بجميع المحافظات السوريه. اليوم خلينا نحكي عن واقع هالمعاهد، خلينا نحكي يمكن عن تهيئه، عن يعني التطور يلي هي فيه، وهل هناك خطط بافتتاح معاهد جديده لاستقطاب كم اكبر من الطلاب؟ تمام. صراحه نحن من يعني من يومين انهينا نتائج اختبارات القيد والقبول لدخول المعاهد الرياضيه. صار صعب الدخول على المعهد؟ احنا عندنا معيار قبول محدد. بس انه صار صعبه يعني. لا صار اخف من السنوات الماضيه، لانه بالسنوات الماضيه كان في اختبار لجميع الحركات الرياضيه بعده العاب. لا كان في شروط، ان كان الشعر القصير، ان كان اللياقه، ان كان تمام جد مظبوط، وبعدين لازم يكون الدارس يلم بجميع الالعاب الرياضيه. لا السنه يعني السنتين الثلاثه الاخيره اختصرنا انه اهم شيء يكون انه في عندنا لياقه لهذا الطالب. احنا يهمنا احنا عم نخرج مدرس، ما عم نخرج لاعب رياضي. فلذلك احنا عندنا مقياس محدد انه لازم تكون شخصيته وجسمه الفيزيولوجي مناسب انه يكون استاذ رياضه. السنه كان في عندنا اقبال منيح، وايضا لاحظنا انه خفت عن السنه الماضيه بسبب افتتاح المعاهد الاخرى لوزاره التربيه اللي هي الرياضيات واللغه الفرنسيه والانجليزيه، كان في اقبال منيح على هاي المعاهد. نحن ايضا عم نلاحظ ببعض المحافظات عم يطالبونا بافتتاح هذه المعاهد في محافظات اخرى، واحنا ان شاء الله السنه القادمه راح نفتتح هاي المعاهد. باي محافظات؟ هلا اكثر شيء احنا حما، سويدا، حمص، اللاذقيه، يعني اكثر المحافظات اللي عندنا فيها نقص مدرسين التربيه الرياضيه راح نفتتح المعاهد في هذه المحافظات لسد الحاجه من الكوادر التعليميه عندنا. طبعا اذا طب الموضوع انه تم هاي المعاهد موجوده وما في اي اشكاليه نهائيا. احنا اهم شيء لاحظنا بالفترات الاخيره يعني انه الحرب اثرت على كثير من الكوادرنا التعليميه، في هجره كثير صارت وخسرنا كثير رياضيين ومدربين وخبرات علميه ورياضيه كثيره. لذلك نحن بدنا وخصوصا هلا بالفتره الاخيره احنا نوجد الكادر التعليمي المهيئ والادوات والتجهيزات، يعني شوي صحيح. عم تتحسن وتحسن الوضع شوي وبشكل عام نحن كل سنه تقريبا عم نخرج بكل معهد. يعني احنا عندنا حاليا 4 معاهد موجوده في سوريا، دمشق معهدين، في حلب معهدين، دير الزور في واحد، بالحسكه في واحد. خارج الخدمه طبعا؟ لا كلهم شغالين. خارج الخدمه حاليا معهد الرقه تسكر مؤقتا، وبعدين ان شاء الله بتتحسن اوضاع محافظه الرقه يتم افتتاحه. واحنا ان شاء الله هلا عم نعد مشروع افتتاح مثل ما حكينا هلا 4-5 معاهد ببقيه المحافظات. طيب دكتور، خلينا نحكي عن فينا نقول بطوله العاب القوى اللي عم تجهزوا لها بالتعاون مع مؤسسه الاولمبيات الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه، اهميه هي البطوله ودمج هؤلاء فينا نقول بالمجتمع، شو هي التحضيرات، ايمتى رح تكون هي الالعاب؟ طبعا احنا بنعرف انه وزاره التربيه تحوي عدد من المدارس الدامجه اللي تحوي هاي المدارس على اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه. الفكره كانت انه نحن هذول الاطفال مثل ما عم نعمل بطولات رياضيه لكل سوريا، ايضا راح يكون الاهتمام ايضا بهذول الاطفال ونعمل لهم نشاط رياضي بالعاب القوى. يعني حاليا احنا عم نعد بشكل انه خلال يعني فتره قصيره يتم اقامه هذه البطوله بالمراحل الاخيره من التحضيرات. تماما، وراح نشارك فيها عده جوانب، يعني نشارك فيها حتى الاطفال الاسوياء معنا بالبطوله، طلاب المعاهد الرياضيه كمان نفرجيهم كيف نحن نقيم هيك بطولات، كيف لازم يكون مستوى الرعايه لهدول الاشخاص، ونفرجي كمان احنا طفلنا السوري انه هدول الاطفال هن اطفال سوريين مثلهم مثل البقيه، لازم نحن نلحظهم بالاهتمام، لازم نلحظهم بالنشاط، وفي منهم كثير عندهم قدرات بشريه ممتازه. يعني في على سوريا من اصل 135 دوله بمؤسسه الاولمبيات الخاص، سوريا محتله المركز السابع، فهذا دليل انه في عندنا نشاط قائم وعم يبدعوا هدول الاطفال،
واحنا كمان لازم نحظهم بمدارسنا ونعطيهم جوانب للرياضه. تمام. يعني اكيد جهود كبيره عم تبذل من اجل يمكن جميع الفئات العمريه بالمجتمع لاحياء الرياضه من اول وجديد. خلينا شوي هيك نرجع نركز على الرياضه ودروس الرياضه وركز شوي على الإناث. يعني بما انه نحن هيك يعني الرياضه الانثويه هيك خلينا هيك شوي نركز عليها، ركز على دعمها، ركز على يمكن اي حدا بيتخرج من المعهد كمان دعم الرياضات الأنثوية. هي زادت، هي صار إلى ضوء شوي هلا، بنشوف على السوشيال ميديا، بنشوف يعني إبراز شخصيات ولاعبات سوريات مهمين. أكيد أكيد. هلا إحنا حتى حاليا يعني جديد من طالباتنا تبع المعهد الرياضي صار في عندنا مدربات، صار في عندنا حكام. نحن مثل ما حكينا إحنا معهدنا رياضية، غير إنه نحن نعطيهم المنهج العلمي والمنهج التربوي حتى يكونوا معلمين أو مدرسين بالمدارس، كمان عم نوفر لهم جميع الأطوبة التدريبية. يعني إحنا طلاب المعهد كلهم يخضعوا لدورات تحكيمية تدريبية، وهذا الموضوع بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي. طب استاذ عبد، خلينا بس هيك نضوي على نقطة، في يعني في خطط بعد المعهد انه يكون في شيء تخصص بنوع رياضة اذا حدا حب، ولا ما في هيك فكرة؟ هلا احنا بشكل عام بالمعهد عم نعطيهم جميع الالعاب، فكرة عن جميع الالعاب الموجودة عندنا بسوريا. طبعا في العاب احنا وزارة التربية مهتمة بعشر العاب منهجية، وان شاء الله بالايام الجايه كمان ما حنزيد هاي الالعاب المنهجيه. بتعرفي احنا عنا 10 العاب منهجيه تهتم فيها وزاره التربيه، وان شاء الله نطورها اكثر ونزيدها على العدد. الكره الانثويه مثل ما حكينا احنا بالفترات الاخيره حاولنا ندخل البطولات الانثويه بنشاطاتنا. هلا احنا من سنتين اهتمينا بكره القدم للسيدات، وكوزاره التربيه عملنا بطولات، واهتمينا بالسنة الماضية أخذت بطولة الدوري السيدات بكرة القدم نادي الخابور. طبعا نادي الخابور دعمته وزارة التربية كونه محافظة الحسكة كانت بعيدة والاهتمام فيها رياضيا نوعا ما قليل. فوزارة التربية قدمت جميع التسهيلات للاعبات نادي الخابور واستقبلتهم في دمشق وأقاموا البطولة وأخذوا بطولة الدوري بهذا الموضوع. دليل أنه احنا في عندنا أبطال، في عندنا بطلات، ولكن يجب تسليط الضوء على هذا الجانب. صحيح. السيدات مثل الرجال ما يختلفوا عنه شيء، في قدرات بدنيه وعم ينجزوها ويحققوها. احنا حاليا مقبلين انه الاعتماد الاكثر على البطولات الانثويه، وفي عندنا ابطال وفي عندنا مواهب رياضيه، يعني بس بدها اهتمام بسيط من قبلنا. في كثير تساؤلات دكتور، فينا نقول اليوم راح تعود يمكن فينا نقول الدولة الالتزام بالمعهد الرياضي أسوة بالمعاهد الأخرى، يعني في بوادر أمال، كثير أسئلة بتوردنا بخصوص هذا الموضوع. هلا مشكورة وزارة التربية اللي قدمت فرصة للمعاهد، وأنا ما أتصور إنه في عندها مانع إنه أيضا كمان يكون المعهد الرياضي أيضا ملتزم، لأنه أنا بالفعل صار عندنا نقص كوادر بمدرسين التربية الرياضية، وهذا الموضوع إن شاء الله السنة القادمة يتم افتتاح المعهد والتزام إن شاء الله يعني وزارة التربية بخريجين هذه المعاهد. نعم. أستاذ عبد، يعني دائما بحصة الرياضة في تشديد على اللباس الرياضي لطلابنا، اليوم بظل الوضع الاقتصادي والغلاء يلي عم نمرق فيه، هل هناك خطة بأنه ندعم هذا اللباس؟ يعني كتير ضروري يكون في بوت، في يمكن يونيفورم خاص بالرياضة بضمن حصة الرياضة، خاصة للاعبين إذا في مباريات بين المدارس أو هيك، يعني في ضمن الخطة بأنه نحن نجمع يمكن أدوات رياضية، هل هناك خطة لجمع لباس رياضي أيضا يستقطب أكبر عدد من الطلاب؟ بشكل عام نحن يعني بمدارسنا ما يعني أعطينا توجيهات عدم الالتزام بالتدقيق على اللباس الرياضي بشان الحالة الاقتصادية اللي نمر فيها والأزمة. بس بشكل عام نحن لكل مدرسة في لها لباس خاص بالمدرسة. يعني أي مدرسة بتحب تشارك ببطولة على مستوى المنطقة أو المحافظة في لها لباس بتشارك فيه، وحتى نحن دائرة التربية الرياضية في جميع سوريا عم تقدم تجهيزات ألبسة أدوات للفرق المشاركة معنا بالبطولات الرياضية. طبعا مشكور أيضا المجتمع المحلي كمان عم يقدم لنا أحيانا ألبسة تجهيزات تيشيرتات طابات، يعني كل هذا الموضوع عم نحاول احنا نوفره للطالب وما نزيد العبء المالي على اهله وذويه. ان شاء الله الايام الجايه مثل ما قلنا احنا يكون في عندنا حلول اخرى ان شاء الله نساعد وتدعم هذا الطفل، لانه للامانه الرياضه عم
تعيش الطفل بحاله من انه يحس انه هو عم يوجد حاله يعني صحيح. خصوصا انه يفكر حاله انه هو بطل وانه هو الاول وهو لازم. طبعا حتى صار موضوع درس الرياضه عم نتبعه كاسلوب تربوي. اغلبيه مدرسين طاقة الأطفال صحيح. اغلبيه مدرسين اللي اذا لاحظوا طفل صار عنده تقصير بماده معينه صاروا بيخوفوه انه ليك اذا ما حسنت هيك ممنوع تنزل على درس الرياضه. فصار درس الرياضه كمان حافز انه الطفل يطور حاله مشان يمارس نشاطه الرياضي. طيب دكتور، بما انه عم نشوف في توجه لوزاره التربيه بالاهتمام بالماده الرياضيه، رح نشهد بطوله كره قدم ممكن تنطلق قريبا للمرحله الابتدائيه، يمكن هي اكثر مرحله فينا نقول الاطفال عندهم طاقة ونشاط فينا نستثمره بطريقه صحيحه. صح كلامك، واحنا اكثر الموهوبين نكتشفهم بهاي المرحله العمريه 100%. يعني احنا نكتشف الاطفال الموهوبين بالمرحله الابتدائيه ويتم رعايتهم بالمراحل التعليميه القادمه. طبعا هلا احنا مبدئيا هلا كمان عم نحضر لبطوله كره قدم، موعدها ايمت؟ قريب جدا، التعاون مع الاتحاد الرياضي العام وبعض الداعمين، لانه نحن سابقا كانت البطولات الرياضيه وزاره التربيه تقيم 56 بطوله رياضيه على مستوى سوريا. كان احنا تكلفه اطعام الطالب 100 ليره سوريه قبل الازمه، كانت ال 100 ليره السوريه بطعم الطفل يعني ثلاث سندويشات وبيبسي، لكن بالوقت الحالي كطعام طفل مثله ما بتساوي شيء. لذلك نحن في شركاء داعمين لنا بيقدموا لنا اطعام الاطفال وما تبقى وزاره التربيه مثلا الاقامه المواصلات الجوائز. ضمن ميزانيه وزاره التربيه ما في جزء مخصص ولكن لدعم هي النشاطات احنا ولا احنا القانون احيانا القانون ما بيسمح لك. هلا احنا مثلا اطعام الطفل 100 ليره سوريه ما فيك انت بدك تدوري بند على بند لفيك تصفي له اكثر. تعديل هي البنود تماما. هلا سابقا نحن كنا ونحن والاتحاد الرياضي بيقدم لنا تقريبا شيء 1500 ليره اطعام للطفل، يعني كانت ممتازه. بالاضافه اللي تقدمه وزاره التربيه كان يتم اطعام الاطفال بالشكل الصحيح، تقديم الجوائز والهدايا، وكنا نقيم جميع بطولاتنا الرياضيه. هلا هاي يعني ايام زمان كانت 56 بطوله. فتخيلي احنا بالسنوات هاي صرنا نقيم بطوله او بطولتين. فخر. اي لانه ليش الكتله الماليه ما بتغطي نعمل جميع البطولات متوفره. تمام. يعني استاذ عبد بالختام هيك خلينا نحكي كلمه اخيره يعني او مناشده لنهوض الواقع الرياضي التربوي بالمدارس، التشديد على الحصص الرياضيه ودعمها بجميع الادوات اللازمه. ممكن اعطاء حصه، ممكن تكون حصه الرياضه هي حصه او ماده مرسبه ضمن المواد لتكون بحق بوضع يعني جدي بين المواد. نداء أخير، كلمة أخيرة، مناشدة يعني التعاون مع الأهل وتعاون الطلاب أيضا مع وزارة التربية لنهوض الواقع الرياضي. ليكي احنا سابق يعني من شيء 3-4 سنين بلشنا بإنتاج منهج رياضي للطفل مثل كتاب الموسيقى، كتاب العلوم، كتاب الرياضيات، وأنجزنا 4 صفوف تعليمية. وقفنا المشروع لانه الغلاء الصار هالكم سنه صار في عبء على وزاره التربيه من ناحيه طباعه الكتب المدرسيه وتقديمها للطلاب مجانا. فاجلنا موضوع فكره المنهج الرياضي لحتى ما تحلحل امورنا الماليه. موضوع انه ماده التربيه الرياضيه انه تكون مرسبه، هلا في اغلبيه المدرسين عم يعتبروها انه هي ماده مساعده للطفل. لا بالعكس، هي ماده اساسيه ولازم نحط لها علامه بالشكل الصحيح، ولازم كل طالب ياخذ حقه بهاي الرياضه، انه انا هذا مستواي الرياضي هيك مثله مثل مستوى بالرياضيات، الماده اللغه العربيه، فيزياء، الكيمياء. الموضوع الاخر، انا ناشد كل الاهالي، الرياضه اساس لكل شيء. نحن لو ما رياضه ما عم نمشي، نتجه لعملنا كل صباح، لو ما رياضة ما ننجز أعمالنا المنزلية، لو ما رياضة احنا ما نشتغل أعمالنا المكتبية بشكل يومي. الرياضة بتفتح العقول، العقل السليم، العقل السليم في الجسم السليم. الرياضة ما راح تاخذ من وقت الطفل ولا راح تاخذ من تضيعه عن دراسته، لا بالعكس، الطالب في يوزع وقته، في ينظم أوقات دراسته، الرياضة منشطة للعقل.
لذلك انا من منبرنا هذا نوجه تحيه للاهالي ونحببهم انه ماده رياضه، لا بالعكس ماده منشطه لطفلهم، ونحب انه هن كمان يكونوا شركاء معنا بالعمليه هاي، واذا قدروا انه يوصلوا ابنائهم للبطولات الرياضيه والانجازات الرياضيه يكونوا من الشاكرين. احنا عندنا كثير مواهب موجوده بسوريا بدها رعايه من قبل الاسره والاهل والتربيه والاتحاد الرياضي العام. يعني مثل ما يقولوا ايد واحده ما بتصفق، اذا اشتركت جميع الجهات في سوريا نحن التشاركيه في العمل نوصل لواقع رياضي يليق بسوريا، ونشوف احنا كمان ابطالنا يتواجدون بالمحافل الدوليه ونرفع راسنا قدام الدول، ونحن عندنا ابطال وعندنا وطننا السوري يقدر يحقق انجازات، وهو يعني رياضي ورجل سلام، نوصل هالرساله لكل العالم. اكيد بالختام بدنا نشكرك دكتور، اساسا بالرياضه حياه، اذا بنختصر كل هذا الحكي فجهود كبيره عم تقوموا فيها مشكورين عليها. الدكتور عبد الحميد زرير رئيس دائره التربيه الرياضيه في وزاره التربيه، بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا. شكرا لكم ولقناتنا الاخباريه ولجميع الاخوه المشاهدين. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. وهلا اكيد متابعينا بصباحنا، وخلينا ننتقل الى صاله لؤي كيالي حيث تم افتتاح معرض فني برعاية وزارة الثقافة ضم 25 عملا فنيا يحاكي التراث السوري بتقنية الدمج بين التراب والماء. خلينا نتابع بالتقرير التالي. بهذه اللوحات الترابية التي تعبر عن تراث سوريا افتتح معرض للفنون في صالة كيالي بدمشق. معرض الفنانة جوليا سعيد والذي تمثل بالشيء الجديد وهو استخدام الألوان الترابية، فقد عبرت عن كل محافظة بلون التراب الخاص فيها بالنسبة لسويدة واللاذقية وحلب. هذا النمط هو جديد علينا، استخدمت أيضا في مواضيعها التراث العربي السوري، فأعطت من كل محافظة التراث العائد لها مثل حماء النواعير مثلا، دير الزور، الجسر المعلق، وأيضا استخدمت العنصر النسائي في معرضها، أعطت اهتمام للمرأة بكافة المحافظات وبكافة الأزياء الخاصة بهذه المحافظات. نرجو دائما بالنسبة للفن التشكيلي الارتقاء إلى أفكار جديدة ومواضيع جديدة ومواد جديدة أيضا. المعرض ضم 25 لوحة تراثية عبر مزيج التراب الذي شكل مع الماء قصصا مختلفة تحدثت عن الفلكلور السوري. حبيت افتح المعرض هون بالشام، ما في الوان بس بالتراب، من تراب بلدي اللي انا جمعته بكل محبه، اللي هو عن يعني جد ما في احلى منه وما في اغلى منه. شكلت منه لوحات فنيه عبرت فيها عن قصة بكل حالاتها، عكست تراث بلادي اللي هو مثل ما ورثونا الاباء لازم نحن نورثه كمان للابناء، ورسمت عن الطبيعة عن الورود، حاولت نوع يعني يعني جربت أكثر من موضوع بهالمجال. هذا الأعمال الفنية الموجودة للفنانة جوليا لفت نظري الخامة المستخدمة اللي هي التراب، وهذا شيء جميل لأنه نحن من تراب، وبالتالي لما نقف أمام العمل في كونكت بيننا وبين العمل، وبالتالي كلكم من آدم وآدم من تراب، وهذا اللي بيخلي العمل كتير قريب من المتلقي. خطوة جديدة في الفن التشكيلي السوري المتواجد على خارطة الفن العالمي، تشكل ذائقة جمالية تعبر عن التراث السوري. أما هلأ لي بننتقل لمادتنا التالية، وبنعرف قديش يمكن الناس اليوم عم تخاف من كتير فيروسات وأوبئة عم تنتشر، وأخيرا الكوليرا. كل الناس عم تحاول تأخذ الاحتياطات اللازمة، كيف يمكن عم تقدر تنظف وتغسل الخضرة للقضاء على أساسا البكتيريا الأساسية المؤدية للمرض. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها مع الصيدلانية رشا الموسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك حبيبتي وصباح الأخبارية السورية. هلا طبعا مثل ما قلتي مرض الكوليرا انتشر وخاصة بسوريا. مرض الكوليرا هو مرض بكتيري مسؤول عنه جرثومة اسمها الفيبرو ريو كوليرا، يعني من اسمها. هي الفيروس
هي الجرثومة عفوا تنتقل عن طريق الفم حصرا، عن طريق إما طعام أو شراب، مياه ملوثة، شراب، عصائر، أطعمة، كل شيء تلوث بنتقل فيه عن طريق الفم. بتتشبث هي بتنتقل على الأمعاء الدقيقة وبتتمركز هناك، بتفرز عنا شيء اسمه الزيفانات. هي الزيفانات اللي هي السموم، هي السموم هي مسؤولة عن أعراض الكوليرا. هلأ كمان الكوليرا بزيها شوي ما يهمك، لكن اليوم كل التركيز عم يكون من قبل الناس كلها على التعقيم، على يا رب تفضلي على التعقيم، على نحن انه نحمي اولادنا مع بدايه المدارس، ناكل من البيت، نبعد عن الاكل خارج البيت لحتى ما ينتقل لا كوليرا ولا اي مرض ولا اي جرثومي لاطفالنا ولا الكبار ايضا. لكن خلينا هيك نحكي ونتابع حديثنا معك، يعني كيفية انتشار الكوليرا؟ تمام. كيف انتشار الكوليرا عم تكون عن طريق قلة النظافة. هلأ الكوليرا هي بتنتقل مثل ما قلنا عن طريق الفم أو عن الطريق الفموي البرازي. يعني عن طريق البراز، يعني إذا شخص كان داخل على الحمام وما غسل إيده منيح، أو شخص استخدم الحمامات العامة بدون ما ينظف إيده كتير منيح، شخص مثل ما قلنا أنه تناول خضروات أو أطعمة مش مغسولة صح. تمام، مو مغسولة صح. وهلأ خاصة أنه من بالخضروات بنحط مادة برمنجنات البوتاسيوم، وبننقع لمدة 10 دقائق، عم تقضي على الكوليرا بشكل كتير جيد. طبعاً هلأ الأعراض عنا، أول ما الكوليرا تدخل عنا على الجسم عم بيصير عنا إسهال مفاجئ. طبعا هذا الاسهال عم بيكون باهت، قوامه حليبي، بيشبه مية الرز. هذا الاسهال الفجأة بس صارت عنا هاي الاعراض، لازم نحن نلحق الكوليرا باول الاعراض تبعها، يعني اول ما صار عنا الاسهال، لانه اذا تطور هالاسهال لجفاف بصير هون مميت للاسف. هاي نقطة كثير اساسية، يعني لما عم نحكي عن حالات مع دكاترة سابقين يمكن برحلتنا الصباحية، انه اغلب الحالات عم تجي بمرحلة متأخرة. هي أهمية يمكن بداية هي الأعراض، الانتباه لهي الأعراض اللي ذكرتيها، للتوجه للطبيب، لأنه بيتم عملية الشفاء بشكل كامل مثل أي مرض. تماماً. هلأ العلاج المبكر دائماً بأي مرض، العلاج المبكر هو الأساسي، لأنه نحن وقت عم نصير لمرحلة الجفاف عم يصير عنا جفاف بالفم، جفاف بالجلد، يعني حتى المريض إذا انقرص بيرجع الجلد لمكانه الطبيعي ببطء، مو مثل أي حدا أنه دغري بيرجع للمكان، لا. بيصير في عنا كمان انخفاض ضغط، بيصير في عنا اضطرابات بضربات القلب، لأنه هو الجفاف مو بس عم يسبب لنا نقص بالماء، هو نقص بالسوائل وبالشوارد. الشوارد صحيح. وأهم شيء الشوارد بالجسم. هلأ نحن منعالج هالقصص هاي، وخاصة أنه الإسهال ببدايته منعالجه بمحلول الإيماها. في عنا محلول إيماها فموي بنحضره بالبيت، وفي محلول إيماها وريدي، وكمان أيضا الصدات الحيوية بالمراحل الأخيرة مثل التتراسايكلينات. هلأ محلول الإيماها يلي ما عنده أمراض، بيكون مثلا ضغط، سكري، اي مرض ثاني، بنحط نص معلقه ملح الطعام مع صغيره، طبعا نص معلقه 2.5 جرام مع 6 معالق صغار من سكر كمان الطعام، بيكونوا 30 جرام، بنحلهم بلتر مي وبنشرب كميه سوائل بتتناسب مع الكميه اللي عم تنطرح من جسمنا. تماما. يعني كمان هيك خلينا نضوي على فكره حمايه اطفالنا من نقل الفيروس، من يمكن الاصابه فيه. هل الاطفال اكثر عرضه ولا اقل عرضه؟ وكيف فينا نحن هيك، يعني شفنا كورونا كنا نحط كمامه، نعلمهم على التعقيم، اليوم دورنا دور المدرسه بحملات التوعيه كيف لازم تكون لدى الاطفال؟ تماما. هلا الاطفال او الكبار كلياتهم معرضين، لانه هذا وباء بينتشر عن طريق الفم. هلا بيختلف عن كورونا، كورونا كان مثلا عن طريق النفس، لمس اشياء، هون لا، هون بس عن طريق التناول. فنحن اهم شيء لازم نتاكد من مصدر المي اللي عم نشربه، وما نتناول مكعبات الثلج اللي جاهزه، مثلا مثل ما في معامل ثلج انه بنروح نشتري ثلج جاهز، هذا كثير عم ينقل لنا الكوليرا للاسف. نفس الشيء الفواكه، الخضره، ما ناكل اكل جاهز، حتى عن طريق الاسماك النيه كمان مثل السوشي كمان عم يعمل لنا مرض الكوليرا. نبتعد عن الاماكن الموبوءه، او مثلا اذا كنا ساكنين الاطفال بياكلوا اساسا حلويات او اشياء مكشوفه، كثير مهم كمان بهي المرحله يعني تدقيق هاي التفاصيل حتى
تماما مثل ما قلتي حضرتك انه نحن لازم كمان ننتبه انه ما ناكل اكلات مكشوفه اكلات فيها جراثيم هي في كلها جوال كثير معباية تماما واهم شيء كمان حتى اذا استخدمنا دورات المياه العامه انه نغسل ايدينا كثير منيح ونتجنبها اصلا يعني خلص انه نحاول انه نبعد عنه هي لانه مثل ما قلت لك عن طريق الفموي البرازي بتنتقل طب يمكن بنقول نحن الوقاية خير من قنطار علاج هي أهم شيء نحن عملنا يمكن عبر رحلاتنا الصباحية حملات توعية واسعة وقت تم انتشار فيروس كورونا اليوم كثير عم ندقق على أهمية الوقاية يعني قديش مهم اليوم نحن لما نكون برا بس نرجع على البيت نغسل ننظف يعني سابقا كانت تقول لازم تغسل إيديك بالصابون مش أقل من 30 ثانية اليوم لما نحكي عن بكتيريا الجرثومة للكوليرا قديش يعني مثلا مو قبل ايدي بالمي بتلاقي العالم مستعجله وتغسل هي نقطه كثير مهمه خليني ركز عليها تماما حتى الاولاد يعني انا بعتقد هنا الخوف من انتشارها بسبب هلا مع بدايه العام الدراسي صح. بالمدارس ممكن ينتقل لعب الولد صغير ممكن ينعدي الصف فقديش هي التفاصيل مهمه لو الناس بتقلك انه لا انا بنظف ابني منيح بخليه يغسل بس هي تفاصيل جدا مهمه نحكي عنها صح مثل ما قلتي لانه الأطفال بيطعموا من بعض هو عن طريق الفم وما بيكونوا مغسلين منيح فهون واجب الأهل والمدرسة كمان مو بس واجب الأهل يعني كمان لازم الأنسات الموجهات كلياتهم يكونوا دايرين بالهم يهتموا بنظافة الأطفال يتأكدوا إنه هذا الطفل غسل إيديه لما أكل قبل ما يأكل بيغسل قديش 30 ثانية فينا نقول يغسل إيديه من 15 ل 30 ثانية مثل وقت الكورونا نفس الشيء وقت قالوا لنا انه بنغسل لمده 30 نفس الشيء هون كمان بنضل عم نغسل ومو بس بالماء بالماء والصابون ما تواجد فينا نحط معقمات اذا بخاخ بقول معك ممكن كمان بي كمان بيفيد لانه هي بالنهايه جرثومه هلا بس في معلومه صغيره كمان في العالم غفلانين عنها انه يلي عم يتناولوا مضادات حموضه كمان هن عرضه للاصابه بالكوليرا ليه؟ لانه عندنا الحمض المعدي هو بيقتل الكوليرا فنحن لما عم ناخذ المضادات الحموضه عم يخف عنا حمض المعدي فبالتالي عم نخفف فعاليته تماما عم تخفف الحمض المعدي فبتصير الكوليرا دخولها للامعاء اسرع بشكل سريع تمام فلهيك حتى الاطفال والكبار بالعمر بيكون عندهم الحمض المعدي اقل فلهيك لازم ندير بالنا نعم يعني خلينا نرجع لطرق التعقيم وخاصة الخضار والفواكه وخاصة يمكن الخضار يلي بتحوي أوراق خضراء بقدونس جرجير يعني زعتر أخضر خلينا نحكي عن طرق تعقيمها هلأ كتير من السيدات ممكن تنقع ممكن تحف بصابون الجلي ممكن ملح ممكن خل ممكن يعني انواع عديده من الصيدليه نحن نجيب وهي هل بتخف فوائد التغذيه او الفوائد الغذائيه لدى الخضار والفواكه اذا نقعنا كثير اذا ما فضيناها منيح هل عن جد في مواد ما بتقتل البكتيريا بيكون نحن بس عم نضر جسمنا ممكن تاذينا يعني اذا ضلت معلقه على بعض الخضار والفواكه صح معك حق هلا مثل ما قلتي الملح والخل سواء حتى كان من ايام زمان بيستخدموه للتعقيم فنحن وقت ننقع الخل طبعا نحن اصلا بنتناوله فهو اكيد ما راح يضر جسمنا ولا بيضر حتى الخضار او الفواكه اللي عم تنغسل فيه وتكون اهم شيء مده النقع ما بتتجاوز 10 دقائق لربع ساعه بس صارت هالمده بنغسل نحن بشكل جيد مشان ما يضل اي شيء على الان وحتى لو كان في شيء على الان ضمن الملح او الخل فهو شيء ما له ضرر طيب وقديش غلط انه نحن مثلا نجيب الخضرة والفواكه ونحطهم بكياسهم بالبراد يلي هو ممكن فيه أكل شي مكشوف شي ممكن ينتقل شي ممكن معلق على الكيس أو على الخضار والفواكه وبنفس الوقت إذا غسلتيهم رح ينتزعوا بالبراد فشو الحل؟ صح لأنه أحياناً نحن عم نرش المحاصيل بمي بتكون ملوثة بالفليرة والملح والخل بيهري يعني تماماً أي. هلا مثل ما قلت لك عم نرش في مناطق بتنرش فيها يعني مثل ما بيقولوا الري بتكون المياه ملوثه فبتنتقل الجرثومه على الخضار والفواكه حطيناها بالبراد بلا غسيل انتقلت مثل ما قلتي هي بتضل عايشه وقت طويل بتضل عايشه منيح أوكي. تمام ممكن تنتقل لماده ثانيه وناكلها فلا لازم نحن اول ما نجيب الخضره والفواكه بننقعهم لمده 10 دقائق منغسلهم منجففهم ومنحطهم بالبراد طيب خلينا نذكر عن جديد معك رشا
كيف ننقع الماء؟ يعني في اختلاف انه الخل او الملح او شو هي المواد الاساسيه اللي ممكن تقتل هي الجرثومه، يعني في اراء متعدده ومختلفه. كثير من الناس مثلا بالبيت بتقلك انا ما فيني يعني غير من خلال مثلا حط المواد الموجوده عندي لنظف، حتى سائل الجلي يعني فيني كمان حط منه شوي بالماء لتقتل هي الجرثومه؟ لا، سائل الجلي اكيد كثير مضر لجهازنا الهضمي، اكيد كثير غلط انه ننقع فيه الخضرة أو الفواكه. إذا بدنا ننقع بالملح والخل أو برمنجانات البوتاسيوم أو غسلناها ليفناهم فيها لا، نحن إذا كثير بدك تليفي أو شيء لا، بنقشر الفواكه تقشير، فهون ساعتها يفضل التقشير. أو إما مثل ما قلت لك ملح وخل أو برمنجانات البوتاسيوم اللي هي موجودة بالصيدليات. نحن بنتمنى أكيد الصحة والسلامة، والله يبعد كل الأمراض عن كل الناس. شكرا كثير لك رشا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ونهارك سعيد. شكرا لكم والأخبارية السورية. شكرا لك الصيدلانية رشا الموسى، أكيد نتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، وعلى كل الناس مثل ما قلنا هي شوية وقاية فينا نتجنب هيدا الجرثومة وهيدا المرض. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. أما هلا مشاهدينا بننتقل لمادتنا التالية وتحديدا إلى الثقافة. أبو رمانة، فقد قامت جمعية أصدقاء دمشق محاضرة أضاءت فيها على العلاقات التاريخية بين العلم والأدب، التفاصيل بالمادة التالية، خلونا نتابع. محطات في التاريخ المشترك للعلم والأدب استعرضها النشاط الثقافي في مؤسسة أصدقاء دمشق عبر المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد عامر مارديني في المركز الثقافي بأبو رمانة. اليوم كانت الحقيقة نقلة، خلينا نقول نوعية، إلى العلم والأدب، واليوم نحن بحاجة الحقيقة، وكل المجتمع الأهلي بحاجة اليوم مثل ما حكيت قبل شوي أنه نرجع شوي للأدب، نرجع للحنان. العلم دائما بتستعمل العقل، والعقل دائما 1+1=2، وبيكون شوي في طفك في جمود، بينما الأدب بيرجعك شوي إلى الحنان، إلى العاطفة، إلى المحبة الحقيقة. اللي احنا عم نحاول قدر الإمكان ننشر أو نحكي عن العلاقة بين العلم والأدب، ونخلي هالجيل الجديد يسمع ويرجع كمان لتاريخه العريق بالأدب، حتى لو كان عم يدرس طب بشري ولا هندسة ولا طب أسنان أو علوم، فالمفروض أنه هو يرجع ويطور معلوماته الأدبية باتجاه الأدبية، ثقافته بشكل خاص. يعني المحاضرة سلطت الضوء على حياة أشهر الشخصيات التي جمعت بين العلم والأدب، مثل الدكتور عبد السلام العجيلي والأديب العالمي أنطون تشيخوف. موضوع كتير لطيف جدا، ونبهنا لضرورة فعلا أنه نتطلع على التزاوج ما بين العلم والأدب. ممكن يكون الإنسان عالم ويكون أديب بنفس الوقت، أن يضاف الأدب إلى العالم بيزيده رقة، بيزيده إحساس، ربما بيزيده قدرة على الإحساس بالعواطف، ربما قدرة على تجاوز المصاعب. الأدب دائما يمكن يخفف من خلينا نقول قساوة العلم، أو خلينا نقول بالعامي جاف العلم، جاف، فبيجي الأدب دائما شوي بيخفف من جفاف العلم. الفن اللي صار هو أنه استطاع المحاضر أن يجمع بين المقامين، مقام العلم ومقام الأدب، وبعتقد أنه كل اللي حضروا استطاعوا أن يصلوا إلى تلك النقطة التي أراد أن يظهرها، أنه ليس صعبا أبدا أن يكون الإنسان عالما وأديبا. ضمن أنشطتها المتعددة التي تحاول من خلالها مؤسسة أصدقاء دمشق التعريف بالتاريخ والتراث السوري والعالمي، تأتي هذه المحاضرة في محاولة لتقديم أبرز الشخصيات التي جمعت بين العلم والأدب. متابعينا اكيد بصباحنا لليوم، ووصلنا لفقرتنا الاخيره، وبما انه اليوم هيك عم نحكي عن النشاط والرياضه واللياقه البدنيه، خلينا ندردش شويه مع الكوتش غيداء ابراهيم ونحكي عن بناء الاجسام وعن اللياقه ايضا. صباح الخير كوتش. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك كوتش، اهلا وسهلا فيكي. دائما بنسلط الضوء على اهميه الرياضه بحياتنا، وقديش مهم الناس اليوم تتبع الرياضه ولو يعني فينا نقول مرتين ثلاثه بالاسبوع، بس في ناس بتلاقيها
عندها هوس أو مبالغة بالرياضة بشكل يومي بساعات يمكن طويلة لتحافظ على لياقتها أو يمكن ما تزيد بالوزن، خلينا نحكي قديش بيأثر على الجسم أو على اللياقة أو حتى جسديا ونفسيا المبالغة بالتمارين الرياضية. هلا مثل ما حكيتي اول شيء الرياضه كثير مهمه بحياتنا اليوميه نحن وما لازم نهملها ابدا، دائما بننوه على هذا الموضوع نحن، بس المفروض بهيك حاله انه يعني هلا هي مهمه لصحتنا النفسيه، صحتنا الجسديه، صحتنا حتى بعلاقاتنا الاجتماعيه بحياتنا اليوميه، بس لما نحن بصير في عنا افراط بممارسه التمارين الرياضيه هذا الشيء بيؤدي لضرر للجسم، بيؤدي لفقدان طاقه كثير كبيره، مثلا نحن مالنا عم نقدر ناخذها خلال يومنا من غذائنا من اقساط الراحه اللي ممكن عم ناخذها، فهذا الشيء بيؤدي لضرر. فنحن لازم على طول نوازن بين انه انا اكون شخص نشيط ومارس الرياضه على طول مثل ما حكيتي بين 3 مرات لـ5 مرات اسبوعيا، وما اهمل الراحه، الراحه كثير شيء اساسي وضروري لما انا بكون شخص نشيط وبمارس الرياضه على طول. فلا يعني اي شيء زايد عن حده بقلب ضده يعني تماما مثل ما بيقول المثل. صحيح. فلا لازم بس شوي نوازن نحن بهذا الموضوع. تمام، اكيد الموازنه وكمان الاخذ بعين الاعتبار اي عرض صحي، اي امراض، اي يمكن تشنج بالعمود الفقري، بالرقبه، باعصاب الايد او اي عصب بجسمنا. اليوم يمكن قديش مهم انه الكوتش ياخذ بعين الاعتبار او يضوي الناس انه انا عندي هاي المشكله، انا عندي هاي المرض، لحتى شوي يكون في ضبط لعضلات الجسم ولأعصاب الجسم وما يتضايقوا. طبعا هو كتير شيء مهم، نحن أول ما بيجي اللاعب نسأله عن هدفه من التمرين، هي أول سؤال. بعدين نسأله إذا في أي إصابات، في أي مشاكل عنده بالعمود الفقري، بالمفاصل، بالعضلات، أي مشكلة المفروض هو يخبرنا عنها، فوقتها هو بيخبرنا عنها نحن بناخد بعين الاعتبار هاي المشاكل اللي موجودة عنده. بغض النظر حتى لو أنا ما عندي أي مشاكل المفروض نحن ننوه كمان مثل ما حكينا لموضوع الإفراط بتمارين الرياضة، يعني لأنه أنت لما بصير عندك إفراط بصير في عندك جهد زايد، بصير في قلة نوم، بصير في قلق، بصير في إرهاب. تماماً. بس في أعراض يعني إذا نقول الإفراط بالتمارين الرياضية أو الرياضة في أعراض ممكن طبعاً. نقول هي مؤشر لأنه لا لازم توقف تهدي شوي وتبلش شوي شوي. تماماً. الأعراض كثيرة منها اللي بذكر لكم إياها، ببطل في اللاعب يضل عم يأدي بنفس المستوى اللي كان هو يشتغل فيه، بصير بخف مستواه بدون ما يحس، بصير بحاجة لفترات راحة أكثر أثناء تمرينه، يعني مثلا بدل ما يريح دقيقة بصير بده أكثر 2 لـ3 لحتى يريح، قلة يعني مشاكل بالنوم، ممكن يصير في عنده قلق، ممكن يصير في مشاكل اكتئاب حتى، بصير في ألم بالعضلات أو بصير في إصابات، ممكن يصير نزلات البرد أكثر. فإذا صار أكثر من 3 عوارض من هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها المفروض بهاي الحالة اللاعب يعمل شوي استوب، يخفف شوي حدة التمرين اللي هو عم يتمرنه يعني، ويكتر فترات الراحة مثل ما حكينا. تمام، يعني كوتش دائما هيك يعني بنشتغل على انه يكون جسمنا حلو بفصل الصيف، ولكن في شيء اسمه انه نشتغل على نفسيتنا، على لياقتنا الدائمه كان بالصيف والشتاء والربيع والخريف. تمام. بجميع الفصول. اليوم قديش الرياضه هي مهمه للنفسيه، مهمة لها الضغوطات انه نحن نفرغها؟ بتلاقي اي ست بيت بتقول انا اليوم ما رحت على الرياضة انا كتير معصبة. خلينا نحكي عن علاقة الرياضة بالنفسية وتفريغ الشحنات والطاقة السلبية. حكيتها انت، يعني في كتير يعني فوائد للرياضة ما فينا نعدها، يعني قلت لك اول شيء فوائد على صحتنا الجسدية، ان كان في اي مشاكل بالمفاصل، عم يجينا عالم كتير عندهم مشاكل ممكن بديسكات بسفل الظهر، ممكن ديسكات رقبية، عم يتحسنوا لما هنن عم يلعبوا رياضة. بالاضافة مثل ما قلتي عم بيكون في عندهم نوع من الستريس الدائم، نحن بحياتنا اليومية في عنا دائما ضغوطات ان كان بالعمل ان كان على مستوى العائلة، ضغوطات نفسية، فانت عم تفرغي هذه الشحنات السلبية اللي عندك عن طريق ممارسة الرياضة. بالإضافة طبعا يعني مثل ما حكينا أنه أنا محافظ على لياقتي، حافظ على الشيب، على شكل جسمي، فهي القصة مو بس أنه أنا أجي بالصيف ألعب رياضة وأقطع بالبرد أو أقطع بفترات معينة، لا، أنه أنا لازم على طول ضل مسابرة وضل عم محافظة على هيدا النشاط اللي أنا وصلت له. يعني هو كتير غلط أني أنا وصل لمرحلة معينة من النشاط صحيح. وارجع بعدين أقطع أنزل، يعني كتير هذا الشيء في له شغلات سلبية لقدام، ممكن البني آدم ما بيكتشفها بلحظة بس لبعدين بيصير بيحس فيه. طيب كوتش خلينا نحكي الاعتدال يعني بالرياضة كيف بيكون؟ يعني لما أقول أنه أنا حابة أتمرن ضمن الاعتدال الرياضي، يعني أتمرن حافظ
على لياقتي البدنية والجسدية، وبنفس الوقت فرغ هي الطاقة بطريقة سليمة وصحية، ما يكون في ضغط على الجسم، لأنه هي ببلش أول شيء ربع ساعة 10 دقائق بتلاقي الواحد بيزيد وأحيانا بتصير حالة إدمان عنده. صح. فكيف فينا نقول إنه لا 3-4 مرات بالأسبوع لمدة ساعة؟ في ناس بتقولك أنا بمشي بشكل يومي، هذا رياضة طبيعية يعني، بالعكس يمكن هي أفضل الرياضات. صحيح، ما مرهقة تماما. هلا نحن اهم شيء ننتبه انه مثل ما حكيت الاعراض اللي ذكرتها سابقا، لما بتصير اي عارض من هذول الاعراض او 3 اعراض خلينا نقول، المفروض بهالحاله فورا اللاعب ينتبه لحاله، يعمل شويه يخفف شوي حده التمرين تبعه، يخفف الايام اذا بيقدر، اذا ما بيقدر هو شخص مثلا في عنده منافسات، في عنده بطولات، بيريح مده كم يوم قبل البطوله تبعه قبل المنافسه. عادة عن ذلك أثناء أيام الأسبوع منخففهم مثلا لمدة 5 أيام بالأسبوع، يعني كتير لازم أخذ بعين الاعتبار. طبيعي 3 أيام ولا 5 أيام بالأسبوع؟ هني 3 أيام حلوين أحسن من بلا، بس الأفضل 5 أيام، بأخذ يوم أو يومين راحة ماكسيموم يعني شو ما كان تكون نوع الرياضة. فبس كمان ننتبه لموضوع السعرات الحرارية اللي أنا عم دخلها لجسمي تكون موازية للحرق اللي أنا عم بحرقه. فطالما أنا منتبه على السعرات الحرارية، منتبه على النوم، لأنه كتير النوم شيء أساسي ومهم. أنا إذا ماني أخذ قصة كامل من الراحة فجسمي ما فيه طاقة لحتى أنا أدي هذا الجهد العالي من التمرين. فباخذ نوم منيح، باخذ سعرات حرارية منيحة. بس أنا أفضل الصبح، هلا في ناس بتحب مثلا الرياضة الصبح، في ناس بتحبها بالليل. هي بأي وقت الرياضة هي شيء منيح كثير، أنت بتحددي جسمك اللي هو بيحدد لك وقت الراحة تبعك، وقت الفضة تبعك هو اللي بيحدد. في أشخاص بيشتغلوا الصبح مثلا ما بيقدروا ينزلوا يلعبوا رياضة الصبح، بيرجعوا من دوامهم بيريحوا وبعدين بينزلوا المساء. بأي وقت كانت، مهم أني أنا أكون يعني جسمي أخذ طاقة كاملة، إن كان عن طريق الغذاء وإن كان عن طريق النوم. كمان بدنا نرجع ننوه انه اذا في اشخاص ممكن بيضطروا يتمرنوا مرتين بالاسبوع باليوم، في اشخاص بيضطروا مثلا يكون عندهم اي منافسه اي شيء فبيتمرنوا مرتين يوميا، بس بنتبه لفتره الراحه بيناتهم تكون من 6 ل 8 ساعات مو اقل من هيك. طالما اخذ هاي المده الكافيه بده يكون في ضمنهم وجبتين، اي على القليله وجبتين، فهون بهالحاله رجع الجسم اخذ طاقه، رجع ريح شوي، ممكن انا ارجع اتمرن مره ثانيه. بس بحاول قدر الامكان مو اكثر من مره باليوم، مثل ما حكينا 5 مرات بالاسبوع هن كافيات. تمام كوتش، خلينا شوي هيك نروح على الرياضه عند السيدات. عفوا، بنشوف كثير من السيدات بحبوا يروحوا على الجيم، بس هو هن بيبتعدوا عن الكوتش، هن بصيروا بيعملوا رياضه منهم لحالهم، ان كان مشي على الاجهزه على الالات، ان كان على البسكليت، هذول يمكن اهم شيء. ولكن الانتقال الى مرحله حمل الاوزان الثقيله، خلينا نحكي عن مدارة اذا كان اجتهاد شخصي بعيدا عن متابعه من الكوتش، اذا وخاصه لدى السيدات بنلاقي شيء ضاربه ايدها، شيء اصبعتها عم توجعها لانه يمكن اليوم تقلت، اليوم قللت وزن فما عم تستفيد، خلينا نحكي عن الاوزان الثقيله. تمام. هلا نحن اهم شيء لما انا بدي اروح على الجيم بدي العب رياضه، ماني حابه انه يكون معي كوتش، اوكي خليكي بالسليم، يعني انت مالك مضطره تتجهي للاوزان اللي ممكن تاذي لك اي شيء بجسمك. بحاول انا انه يكون مثلا في كوتش جنبي، اذا ما لي قدره مثلا اني اخلي كوتش دائما جنبي معي، ممكن يعمل لي برنامج بيعطيني الاساسيات، بيعطيني الاشياء المهمه اللي لازم انا ادير بالي، مثلا انه يعني التفاصيل الصغيره، ممكن حركه الكوع تاثر، ممكن حركه الركبه اذا انا بدي انزل سكوات، اذا انا بدي انزل لانجز. فكتير ضروري واساسي وجود المدرب. يعني اما عدا عن ذلك بدك تضلي على رياضات الكارديو الخفيفه مثل ما حكيتي، على التريدميل، على البايسيكل، على يعني او تمارين السويديه خفيفه. يفضل بحمل الاوزان لا يكون في كوتش، لانه نحن ممكن باصغر تفصيل ناذي حالنا، ناذي مفصل. اكيد بدنا نشكرك الكوتش غيداء ابراهيم، مدربه لياقه بدنيه وبناء اجسام، على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي حكينا عنها. بس مثل ما قلنا الرياضه كثير مهمه، فبالرياضه حياه. اكيد شكرا كثير. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم. كثير لك ونهارك سعيد. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم بقيه نهار يكون مثل ما بدكم واحلى. نهارك سعيد نور. نهارك سعيد ليا. رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، والتقانا بكره على شاشه الاخباريه بنفس التوقيت. من هلا لبكره تبقوا بالف خير. باي باي.